ولهذا المشاق التي قد تلحق الإنسان في بعض الطاعات أو التخلي عن الراحة. الآن لما يكون الفراس المرء على فراشه في الشتاء وفي دفء الفراش ملتحف بالغطاء متدفئ والجو في الخارج في برودة ويقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، النهوض من هذا الفراش ومن هذه اللذة ومن هذه الراحة ومن هذا الدفء ما ينهضه إلا هذا المعنى الذي يتحدث عن رحمه الله تعالى، ولا كثير من الناس يسقط في هذا الموضع ويؤثر هذه الراحة التي لذة آنية على المقصود العظيم، بل فريضة الله سبحانه وتعالى القائمة التي يدعى إلى إتيانها وقصدها والاصطفاف مع المسلمين في بيوت الله لأدائها. فيحتاج المرء في مثل هذه المواطن أن ينظر المحبوب على قسمين، قسم يلتذ به وقسم قد يجد في نفسه في طبعه قد يجد في طبعه كراهة لذلك، فيميل إلى الخمول إلى الراحة إلى الكسل إلى التواني إلى الفتور، فيفوت على نفسه خيرا عظيما بل يعرضها إلى العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى.